السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم مصطفى البارودي. الخوت اللي مازال مابونيش تابونا معنا، فعل الجرس باش يوصلك اي جديد، ونحاول نرجعوا ان شاء الله التفاعل ديال القناه اللي كان عندنا من قبل. المهم الخوت، اليوم غادي ندويو على موضوع كما شفتوا العنوان ديال كيفيه يعني تجنب الطرد من الدول ديال الاتحاد الاوروبي، وخاصه اسبانيا يعني وفرنسا. الدول هذو كامله كيفاش نتجنبوا يعني باش اننا ما نطيحوش في الموقف ديال اننا يعني يتم الترحيل ديال المهاجرين للبلدان ديالهم، كما كنشوفوا بعض الحملات اللي كتقوم بها فرنسا ولا اسبانيا ولا عده دول. فاخوت الطريقه يعني غادي نذكروا بزاف ديال الطرق، غادي نذكروا الاخوان اللي كاينين يعني الجداد اللي دابا نايض عليهم يعني الموضوع ديال الترحيل ديالهم من البلدان الاصليه ديالهم، ولا راسهم يعني على ما يزيد على 10,000 يعني مهاجر. غادي نناقشوا هاد الامور هادي كامله، كيفاش يعني الطريقه ولا باش اننا نتجنبوا الطرد، باش نتجنبوا يعني الامور اللي كتحاكنا بعدا، اللي غادي تحاكنا مع يعني الشرطه، باش انهم يديوك يعني الشرطه ديال مختصه في المهاجرين، باش انهم يعني نهبط الخوت، نهبط شويه الكمامه، نطلع في واحد العقبه زائد يعني باش صوتي يكون واضح شويه. لكن هذه من ضمن يعني من ضمن كما قلنا لتجنب يعني المولطات يعني خطيه كما كنقولوا، تجنب بزاف ديال الامور خصك تلتزم بالقوانين ديال الدوله اللي انت مقيم فيها. اول شيء الخوت يعني اول شيء هو تجنب يعني تجنب يعني المشاكل ولا المضاربات، ولا كما كنشوفوا بعد لي فيديو اللي دابا منتشرين بعد لي فيديو في اليوتيوب وفي فيسبوك، بعد شي مغاربه وبعد شي مهاجرين هنا في اسبانيا، يعني عمليات ديال السرقه اللي كيقوموا بها في برشلونه، اللي كيقوموا بها هنايا في اسبانيا عامه، اللي كيقوموا بها كذلك في فرنسا. هاد الاعمال الاجراميه الخوت هي اللي كتكون يعني سبب في الطرد، وسبب حتى في التفكير يعني ديال المقيمين، اولا ديال عفوا ماشي المقيمين، ديال الناس الاصليين، ديال السكان الاصليين، باش انهم تكون عندهم واحد وجهه نظر. شيئا ما كنقولوا بان عنصريه، لكن بعض الاحيان كنكونوا يعني المهاجرين كيكونوا هما السبب فيها، وانت كوكتي يعني في بلادك بان تشوف شي واحد مهاجر وكيشفر، مثلا كيشفر لك في الوالده ديالك، ولا كيشفر في اختك، ولا كيشفر في جارتكم، ولا كيدير عنصريه، ولا ما كيحترمش القوانين، او يعني كجار طلق موسيقى. يعني كاين شي مغاربه غادي نذكروا بعض السلوكات، هذا ليس الطعن فيهم، ولكن كنقولوا يعني هذه هي الاسباب اللي كتخلي داك التفكير مثلا كما كنقولوا حنا عنصري. بعض الاحيان كاين واحد الناس ماشي عنصريه، بعض الناس يعني السكان الاصلي يعني اسبان ولا فرنسيين ولا هذا، كتلقاهم كيقولوا يعني ماشي كمنطلق عنصري لانك مثلا من المغرب ولا من الجزائر ولا من دوله اخرى، لا، كي يعني كيدافعوا على الحقوق ديالهم، كيقول لك شوف مثلا هذا هو جاي في بلاص جاي من المغرب بلاص ما يخدم ويدخل سوق راسو، وهذه شوف هو جاي شفر البارح اختي، شفر البارح جارتنا، شفر. فهذا يعني حنا فاش كن لا فحال هادو، كيقول لك فحال هاد النوع هادو خصهم يرجعوا لبلادهم. اذا هذا راه ماشي تفكير عنصري، هذا راه يعني حق مشروع، و يعني كما كنقولوا كلام منطقي، لان فحال هاد الناس هادو ما نقبلوهمش حنا في بلداننا، يعني في المغرب يعني شفار فينا بلاصتو الحبس، واحد كيسرق راه صافي بلاصتو الحبس. هذا هو يعني الامر. بحال الكلب الخوت جالية انا كندير لكم، راه هو فينا هو سلت كاع، يعني حتى في البلدان ديالنا هذوك غير مرحبين، وفي جميع البلدان غير مرحبين. اذا الخوت باش نكونوا موضوعيين، خصنا نتجنبوا داك الاماكن ديال داك الناس المشتبه فيهم، لان مثلا في جميع المناطق هنا في اوروبا كاين كتكون واحد الاماكن اللي كتكون واحد الصوره قبيحه للمهاجرين. علاش؟ لانهم كما كنقولوا عاتين فسادا في الارض في داك القنت، ولا السرقه اللي كيقوموا بها في داك القنت ولا هذا، يعني حتى الاماكن ديال السكن ديالنا خصنا يعني تكون يعني ناخذوها، ما نمشوش ديك البلاصه يعني ديال الناس لاباس عليهم، بيرو ما تكونش ديك البلاصه المشبوهه. كاين شي مناطق مثلا هنا في سيبيا، كاين شي مناطق مثلا الشرطه ما كتحيدش منها، كاين شي احياء الشرطه ما كتحيدش منه. يعني علاش؟ بقوه بان جميع السرقات كتكون تما، كاين الريحون الخوت، جميع السرقات كتم في ذاك الاحياء. فيعني فين ما كتكون شي تبليغ من طرف شي مواطن تعرض للسرقه ولا هذا، فين كيمشيو لذاك الحي. يقدر مثلا
عطاهم بعض الاوصاف، قال لهم راه مثلا راه رقيق، راه طويل، راه هادي، راه هادي. اش كيديروا ملي كيدوز شي واحد ممكن بانك انت بريء ما درتي والو، كدوز فيك داك المواصفات ولا قريبه، كيشدك كيلقى اصلا ما عندكش الاوراق، زائد انك مشتبه في هادي، فاش كيديك صافي اصلا كيمشي بديك الفكره ديال هادو راه هاد القنت هذا طن طن يعني، وكيكون المرحله وكيكون الطرد. هذه كما قلنا خذ نتجنبوا الاماكن يعني المشبوهه، نتجنبوا الاعمال الاجراميه يعني الاعمال الاجراميه، السرقه، الضرب، الشتم، هادشي هذا يعني نتجنبوه. ثالث حاجه ان يعني بزاف كيطيحوا فيها ديال الاخوان هنايا، هي ديال مثلا كيكون داير شي علاقه مع شي اسبانيا ولا هذا، ف كيبقى غادي بداك العقليه يعني ديال المغرب، هو مسكين مثلا كيكون داير علاقه مثلا لشيء ما، واش على مصلحه ولا ديال بصحه ولا، المهم ممكن لان في جميع الاحوال يعني كنقولوا علاقه، فكيجيب ديك العقليه ديال المغرب، هما هنا في اسبانيا يعني ولا في جميع الدول الاتحاد الاوروبي، فالمراه شيئا ما هنايا عندهم يعني كلمتها زايده شويه، ما يمكنش انك تعنصر معاها، ما يمكنش انك تبقى تضارب معاها، ما يمكنش هذا. فكيجيو الدراري بداك العقليه ديال المغرب، لا الدريه راه كانت عندي الدريه في المغرب، كانت عندي صاحبتي راه كنت كنعطيها مبوط لها عينيها فاش ما كانتش هادي يعني ما بغاتش خرجت بلا الاذن ديالي، كتجي كنعطيها واحد جوج تمرميقات، هذه يعني جايب ديك العقليه ديال راه كلمتي هي اللي كايده، راه اللي ما كانتش كلمتي راه كاين حاجه واحده اخرى. فكيطبقوها على هنا على يعني الباريخات ديالهم ولا على العلاقات ديالهم اللي كتكون مع الدريات. فمثلا كيطيح في المشكل بان مثلا غير الجيران اكثر ديال العلاقات مثلا ماشي بالضروره هي تعيط ليه المخزن، شكون كيسمعوا الغوات كيبدا يعاير يا الدين استغفر الله، كيعاير فيها الطن الى اخره، فكيعيطوا. هنا واحد الحاله هنا كانت في سيبيا، كان عاود لي واحد الصديق بدا كيعاير طلع ليه الدم، وزعما قال باش ما تفهموش هي وما يفهموش حتى الجيران، بدا كيعاير بالعربيه بدا كيعاير بالدارجه المغربيه، وجارو شكون؟ جارو سبليوني، ومرتو سبليونيه كتفهم الدارجه، جايبه مع راجلها موده وكتفهم المعيار. وهنا راه كتعرفوا اي لغه كيفهموا اول حاجه هي المعيار، يعني كاع المعيار ديال اللغه العربيه ديال المغاربه فاهمينه الناس سبليون تقريبا. يعني بدا هو كيعاير، قال راه زعما ما يسمعني حتى شي واحد، فانا داك الجاره اللي مجوجه بالمغربي اللي كتفهم عيطت للشرطه وجاو يعني، وكان هو يعني مسكين في العلاقه في البدايه ديال العلاقه ديالو، باقي الدري ما عندوش اوراق باقي هذا، فيعني دار ليه مشكل، ومن هنا كيجي داك الموضوع ديال الطرد، وهذه من الامور اللي خص يعني بنادم يتجنبها وتفكر فيها انه يتجنبها. بالنسبه للخوت الموضوع ديال لان موضوع تقول لي راه 10000 اللي كاينه في كناريا، دوك الخوت عندهم يعني دابا عندهم حاله خاصه حقيقة، عندهم حالة خاصة، عندهم نحاولوا نديروا الكمامة الخوت لأن حنا مازال نداوين عليه، يعني خص الالتزام بالقوانين وبهذا، يعني يكون دايز مولطارة واحد 500 الأورو ولا 300 ولا هذا، يعني خص بنادم يلتزم. لا سميتو علاش دوينا على الخوت اللي كاينين في كناريا؟ الخوت اللي كاينين في كناريا عندهم حالة خاصة، عندهم حالة خاصة، ما يعني أصلا طاحوا منعزلين تما في داك القنت معزولين، حتى المطارات يعني مراقبة، يعني خص دابا الحل ما بين المغرب وما بين إسبانيا، الحل يعني هما لا في السلوك ديال الملاد، هو حق خصهم يتحلوا بسلوك حسن وهذا، باش أنهم ما يكرهوش فيهم حتى الناس ديال تما، لأن شفنا في القناة هنا القناة السادسة ديال هنا في إسبانيا خرجوا بعض المظاهرات في كناريس، خرجوا جوج مظاهرات، لكن الأغلبية الناس اللي قالوا العفو بزاف هادشي، خرجت مظاهرة كتأيد كتقول المهاجرين عندهم الحق، راه مساكن هربوا من القهرة، هربوا من هذا، عندهم الحق بأنهم مثلا العيش الكريم إلى آخره، خصنا نساعدوهم، خصنا إلى آخره، وخرجت بارتي اللي كتقول راه بزاف هادشي، راه ولات عندنا السرقة، مابقيناش كنعسوا في ديورنا، مابقيناش هادي، يعني مؤيدين ومعارضين في حال جميع القضايا. فداك الخوت الامل ديال الواحد هو يعني في الحكومه ديال المغرب شنو غادي دير مع الحكومه ديال اسبانيا اللي راه تاجل الدوسي، لكن رغم ذلك راه كاينه اتصالات باش انهم غادي يشوفوا يعني الدوسي ديالهم. نتمنوا لهم الخير ونتمنوا لهم يعني ربي يفرج عليهم مادام ما كان. وبالنسبه ل سميتو نتمنوا حقيقه ما تبقاش ديك الهجره ديال القوارب، لان هذوك قوارب الموت فعلا، والله العلي العظيم لا شفنا شي فيديوهات في الفيسبوك وفي هذا يعني كيقطعوا القلب، دراري جايين بالماستر ديالهم، اللي جايب مسكين
كاين اللي جايب ماستر صحيحه كارطونه بالبكالوريا ديالو كل شيء، جاي مسكين راكب في امواج البحر حقيقه. مي البنادم ما خصوش يلقي بنفسه للتهلكه حقيقه، باش نكونوا واقعيين. رغم اننا عارفين الظروف وراحنا عشناها، راه حنا ماشي شي كونت واحد اخر، لكن داك كيبقى فيك الحال ملي كتشوف واحد يعني بالماستر ديالو مسكين، وهذا كتلقى كيقول لك بانه يعني الجثة ديالو اللي حتى امواج البحر في العيون، ولا هنايا في اسبانيا تجي يبقاو يصوروا في الجثة ديالو الاسبان وهذا، والعائله ديالو كتقهر وهذه يعني. وانت كتشوف حتى فاش كيوصل بنادم لهنا شو المعاناه اللي كيعاني، معاناه اللي كيعاني. هذا ما نشجعوش زعما الهجره السريه هذيك، ما حقيقه كاين طرق قانونيه. نتمنى بحال مثلا درت الماستر وهذا، داكشي اللي كنحاول ندير في القناه ديالي. قناه راك ما شفتوها الخوت، راني دائما لي اول مره يشوف هذا الفيديو رجع الفيديوهات ديالي القدام. راني يعني كندوي على الدراسه في اسبانيا، الدراسه في اوروبا باسهل الطرق، والله العلي العظيم. طلعوا دراري ولاد احياء شعبيه، طلعوا دراري ولاد درب السلطان، ولاد المدينه القديمه في كازا، طلعوا دراري يعني في المدن، في جميع المدن بسبب الفيديوهات ديالي بطريقه قانونيه شرعيه. جاي مع راسه في الطياره، جاي مرحب به، اسبانيا يعني مكشي عليه على الفيزا ديالو كل شيء. وبزاف ديال الاخوان قسم بالله اللي عندهم الشروط ولكن مساكن ما عارفينش، خصهم يبحثوا. علاش تركب في قوارب الموت وتحرق الكبده ديال والديك وديال خوتك، وتحرق حتى الكبده يعني ديال جميع يعني المسلمين اللي كيشوفوا داك المنظر، كيبقى فينا الحال. نتمنى والله يسهل على الجميع، والله يفرج على الجميع. هذا هو الاساس. وحقيقه راه خص يعني المسؤوليه راه هي الحكومه المغربيه اللي خص زعما تهتم بالشباب. كتشوف اصاحبي صحاب الماستر وصحاب صحاب عرفتي. والله الا شفت واحد الفيديو في داك فرونس 24، واحد وراه ماستر في اللغه الانجليزيه، جاي مسكين في قوارب الموت وقال لهم 4 ايام وحنا في البحر. يعني هذاك يعني كتاب ليه عمر جديد، كتبات يعني حياه جديده. علاش كنقولوا يعني الانسان ما خصوش يلقى نفسه للتهلكه، وهذا يعني الاساس ديال الدين ديالنا. فعلا بنادم خصو يقلب على حياته وكذا، ولكن خص بنادم يقلب على تيستنفذ جميع الطرق يعني القانونيه والطرق يعني اللي سلميه يعني لحياته، يعني ما فيهاش الريسك، ما فيهاش خطر على حياته، ما فيهاش هذا. ما يحاولش يفكر، لان والله العظيم كاين بزاف ديال الابواب خصهم غير بنادم يبحث وهذا. لان والله ما كنبغيش ندوي في هذا الموضوع حقيقة. المهم الخوت ما نطولش عليكم، تحياتي لكم. ذكرنا بعض الامور يعني ديال التجنب، الطرد. هو بنادم ما خصوش يدخل في المشاكل اللي بعد بنادم على البلايص المشبوهة، السرقة دوك الشيء ما تكونش بحال هذا الشيء ديال الكورونا. بنادم يخرج بالكمامة ديالو، ما يبقاش حيت كاين شي وحنا كيدير ديك العقلية لا بحال المغرب ولا هذا. لا الخوت احترموا القوانين، يعني بنادم يخرج بالكمامه ديالو، يخرج بنادم يعني لا بحال مثلا دايرين لاصونات بحال دابا حنا في سيبيا كنقبل، ما يمكنش تخرج على سيبيا. يعني ما يمكنش حكا راني غادي عند صاحبي البويبلو ولا غادي نخدم ولا هادي، ايش دوك انت ما عندكش ديك الورقه ديال لوتريزاسيون ديال الخروج ولا ديال العمل، راه مولطا. وتخيل انت ما يكونش عندك الورق، راه طح ماشي وحدين يعني شويه ما راه يديروك الطرد. فيعني الامور بنادم خصو يتجنبها بهاد الامور هادي. نتمنى اخوتي الخير للجميع، وتحياتي لكم. كان معكم اخوكم مصطفى البارودي من الطبيعه الخلابه والجميله، تحياتي لكم ومع السلامه في فيديو لاحق.